بتفكرك بالملف القانوني للمشروع واللي بيحتوي على جواب التخصيص وملكية الأرض وعقد بيع الأرض بالجهاز وترخيص المباني واللوحات الفنية. جي ام بتفكرك تاني وانت بتستلم شقتك. ما تنساش محضر الاستلام، اتحرر من أصل الصورة بعد الاستلام. جي ام بتفكرك تطلع على رخصة المباني وتاخد رقمها، وخليك فاكر أول ما تستلم العقد تعمل صح التوقيع وفي حالة الكاش عليك وعلى الشهر العقاري، وكل الخطوات ديت لازم تكون عارفها وواخد بالك منها عشان تبقى مطمئن.